كان يوم الأحد مشى وسرح الغابة فعز بهيما يسرح معهم وركبوا فوقه الكل فطاح عثر البهيم فهزوا في قوتهم الزوز وعرضوهم ناس يمشوا في الثانية يضحك عليهم فالرجل تغشش فقال إليهم لماذا تضحك علينا إنه بهيم جعش طاح في الودان فتكسرت رجله فطلعناه وحملناه وهزناه ورجعنا إلى الدار فيضحك عليه والبهيمة طاح يلعب عليهم يفتك عليهم طاح في الحفرة قال لهم ماتوا عبد سنة طلعوا وحية فوقهم ويعيطوا ويضحكوا هم ما هم مش فايقين به البهيمة.